السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين خواتاتي خوتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما يكون ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد ووصفه جديده، وصفه اللي كيبغيها الصغير والكبير، وصفه اللي رائعه، وصفه محبوبه المغاربه ولا الجماهير ولا محبوبه العالم. هي المادلينا البنات بواحد الطريقه رائعه البنات، طريقه جد جد سهله. والاهم في هادشي كامل البنات، وهو اقتصاديين اقتصاديين لواحد الدرجه اللي ما غاديش تخيلوها البنات. هاد لي مادلين هادو وهاد الكميه، بيضه وحده البنات، 4 كاس ديال الزيت. وشوفوا البنات، شوفوا لي النتيجه، ركزوا عليا البنات، ركزوا عليا البنات على النتيجه ديال هاد لي مادلين هادو. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال طالعين، شحال مقبب بينا البنات، شي حاجه اللي طوب البنات، رائعه رائعه بغزالين البنات. انا صراحه طولت معكم في هاد المقدمه هكا ديال الفيديو عامدا البنات، باش هكا نوريهم لكم. يعني كاين الاخوات اللي كيدخلوا هكا صافي في الاول ما كتعجبهمش هكا الوصفه، ولا يعني ما كيكملوش الفيديو. فانا متاكده وكنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتكملوا معايا الفيديو حتى الاخير. وريتهم لكم البنات كاملين صراحه، كاملين جاوا نفس الحجم ونفس القياس. تقولوا راني هكا المهم عبرتهم بالميزان ولا شي حاجه، وانا البنات راكو شفتوا يعني عيني ميزاني، جاو شي حاجه اللي واو البنات. شوفوا البنات شحال محمرين من التحت، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا البنات شحال مقببين وطالعين. واحد السر البنات اللي غادي نعطيه لكم، وكنتمنى ان شاء الله تكملوا معايا الفيديو حتى تعرفوا على واحد يعني بزاف ديال الاسرار، ولكن السر المهم ديال نجاح هاد لي مادلين غادي نقولوا لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. شوفوا تبارك الله ما شاء الله البنات، جاو شي حاجه اللي رائعه البنات صراحه. هاد لي مادلين البنات كينافسوا المخبازات بالنسبه لي انا، فنتمنى ان شاء الله يكون الراي ديالكم بحال الراي ديالي، وتجربوهم بهذه الطريقه وبهذه المقادير البنات، وبهذه المقادير بالضبط اللي عطيتكم، حيت فعلا البنات غتحصلوا على واحد النتيجه. شوفوا البنات راهم اسفنجيين البنات، شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال قطنيين، شحال غزالين، قطنيين لواحد الدرجه اللي ما كتصوروهاش، اسفنجيين رائعين البنات. صافي هنا غادي نحل معكم واحد الوحيده باش غتشوفوها كامل داخل. شوفوا شحال قطنيه البنات، شوفوا شحال مفشفشه، شوفوا شحال مهويه من الداخل، ما معجنين ما حتى شي حاجه، رائعين البنات. واخا ما فيهمش الزيت بزاف، ولكن ناجحين مليون في الميه البنات. فبسم الله على بركه الله، نتمنى ان شاء الله تكملوا معي هذا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركه الله، والصلاه والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا وعلى اله وصحبه اجمعين. كنبداو البنات دائما الوصفه ديالنا بالصلاه على الحبيب. انا البنات خديت واحد الاناء وضعت فيه حبه ديال البيض، كيس ديال سكر الفانيلا، قشور ديال الحامضه، نص كاس ديال السكر سنيده. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى غادي يتغير ليا اللون ديال الخليط، وهذوك الحبيبات ديال السكر سنيده غادي يذوبوا، وغادي ان شاء الله نكملوا الفيديو ديالنا مع بعضياتنا. هنا البنات كنبغي نشكركم من كل اعماق قلبي على الوصف، على يعني التعاليق ديالكم في الفيديوهات السابقين. صراحه البنات واحد الفيديو كنت حطيته، هادي دابا 3 شهور ديال واحد الحلوه ديال النخاله، فكنبغي نشكركم بزاف بزاف حيت طلعتوا ليا داك الفيديو. وكنشكر بزاف ديال الاخوات المتتبعات اللي دخلوا عندي جداد، مليون الف الف مرحبا بكم. اخوات ما عندهمش قنوات، هذاك الفيديو صراحه دخل لي بزاف ديال المتتبعات، شكرا لكم من كل قلبي. فدخلوا عندي مساكن وكيسولوني على حيت ما كنتش حاطه هكا المقادير في صندوق الوصف، فشكرا بزاف وكنعتذر منكم حيت ما كنتش حاطه لكم المقادير في صندوق الوصف. فكيدخلوا عندي وكيسولوني شحال اختي نديروا من المعلقه ديال العسل، اختي باش نعوضوا هذه، اختي باش نعوضوا هذه. فعجبتهم هذيك الحلوه بزاف بزاف. واحد الاخت خلات لي واحد الكومونتير قالت لي اختي مزيد من النشر، ما تحبسيش، واصلي اختي حطي لنا بحال هاد الفيديوهات. فشكرا لك اختي من كل قلبي، كنتمنى ان شاء الله تتفرجي على هذا الفيديو هذا وتعرفيني راني كنهضر عليك يعني عليك. بزاف بزاف ديال الاخوات في هذاك الفيديو دخلوا عندي وشجعوني وقالوا لي هذا الفيديو عجبنا، زيدي اختي نشري بحال هكا. شكرا لكم من كل قلبي. انا البنات ما بغيتش صراحه نحيد معكم هذيك اللقطه. شوفوا البنات هذاك اليوغورت انا درت جوج صغار، نتوما غديروا غير واحد كبير. صراحه طار ليا من يدي البنات، ما عرفتوش البنات كي دار طار وجا في الاناء ديال فين كنخدم، ولكن صراحه ماشي مشكل، ما بغيتش هكا نحيد معكم هذيك اللقطه. خلينا نديروا هكا شويه ديال الاختلاف في الفيديوهات باش هكا نضحكوا مع بعضياتنا وصافي. واخا البنات راني مريضه حق الله العظيم البنات، الا راني مساليه بالروح. فنتمنى ان شاء الله تدعيوا معايا بالشفاء وليكم ولكاع المتتبعات بالمثل ان شاء الله.
هنا البنات انا هاد الكميه هذه ديال كي قلت لكم البنات راه ضفت غير 4 كاس ديال الزيت كيشتو معايا، كنت كنهضر ولكن الفيديو راه شارح نفسه. هنا البنات الدقيق غادي نعطيكم تقريبا انا شحال خدات لي. انا خدات لي البنات 8 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال الدقيق. الا شفتوا معايا الا حسبتوا راه هنايا ضفت 6 ديال المعالق. صراحه البنات ما تصورتش لي هذيك اللقطه، كانت حبسات لي الكاميرا. التليفون البنات عندي مستوكين، درت 2 معالق كبار ديال الدقيق، زدت درت هنا 6 وزدت 2 معالق هي 8. صافي هنا البنات من بعد ما خلطت انا ضفت 1/4 كاس ديال، الا لاحظتوا راه شفتوا بان الدقيق يعني الخليط راه ثقال، ولكن ماشي مشكله البنات. هنا راه ضفت 1/4 كاس كما كتشوفوا معايا ديال الماء. الماء بدرجه حراره الغرفه راه ما يعني ما دافي ما حتى شي حاجه، عادي البنات الماء عادي اللي كنشربوه صافي من الروبيني. صافي هنا راه نتوما كتشوفوا البنات هذا هو القمام. شوفوا عفوا البنات عفوا، صراحه كتلف ليا الهضره شي مرات كنبقى غير خربق. هذا هو القوام البنات اللي خصكم تحصلوا عليه. شوفوا راه كريمي البنات تبارك الله. هنا غادي نضيف واحد 2 خمارات من وزن 8 غرام البنات، المجموع هو 16 غرام. صافي غادي نغربلهم بحال هكا وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال ديال الحامض، هذيك الحامضه اللي حكيتها البنات ضفت هكا العصير ديالها. صافي وغادي نكمل هكا وغادي ان شاء الله نكمل الفيديو مع بعضياتنا. هنا البنات صافي فاش غادي نضيف هذيك المعلقه ديال الخل ديال الحامض، غادي ندخل البنات هاد الاناء هكا يعني ما غادي نديرو لا حتى فشي حاجه، غندخلو بحال هكا المجمده البنات 5 دقائق 5 دقائق وغادي نخرجو. انا غير حيت كنت مزروبه، انتم البنات اللي ما كنتوش مزروبين وعندكم هكا الوقت يعني غتوجدوهم على خاطركم كديروهم غير في الثلاجه لتحت هكا واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه حتى لنص ساعه البنات ماشي مشكل. انا كنت مزروبه فدخلتهم هكا غير المجمد 5 دقائق وخرجتها. صافي هنا في هاد 5 دقائق البنات اللي كنت انا دخلت هذاك الاناء المجمد كنت شعلت الفران على 200 درجه وقديت هكا المول ديالي، درت فيه هكا الكويغطات، مشيت قطعت هذوك الفواكه الجافه اللي المكسرات اللي غادي نزين بهم الوجه ديالي مادلين. صافي وخرجت من بعد ما دازت 5 دقائق وهذاك الاناء في المجمد خرجته. او شوفوا البنات راه بارد عرفتي مقلاصي، فاش خرجته مقلاصي البنات. هذا هو البنات سر من الاسرار ديال النجاح المادلين. الا بغيتوهم هكا يجيكم مقببين وطالعين وما يجيكمش سايحين مع الجناب فهذا هو البنات السر الاكبر ديال لي مادلين، هو هو البنات المجمد ولا الثلاجه. الا كنتم مزروبين 5 دقائق في المجمد، الا ما كنتوش البنات مزروبين 10 دقائق حتى ربع ساعه حتى نص ساعه في الثلاجه لتحت كافيه البنات، ويكون الفران سخون مزيان على اعلى درجه عندكم. صافي غير كتدخلوا هكا لي مادلين ديالكم الفران كتهبطوا لهم العافيه على 180 درجه من الفوق ومن التحت. هذا البنات بالنسبه للفران ديال الضو. بالنسبه للبنات الفران ديال الغاز الا كان عندكم مثلا كيشعل من الفوق ومن التحت فكتسخنوه مزيان مزيان كتشعلوا عافيه مجهده مزيان حتى كيسخن على خاطرو. صافي من بعد كتنقصوا البوطه بحال شكل الكيك وكتخلي تنقص البوطه بحال شكل الكيك شمعه البنات وتخليهم من الفوق ومن التحت الا كان يشعل لكم من الفوق ومن التحت على عافيه مهيله حتى كيتشقوا كيتقببوا عادي. كان البنات عندكم كيشعل يعني غير من التحت صافي كتطلعوا المادلين ديالكم الفوق حتى كيتنفخوا كتشعلوه مزيان حتى هو تيسخن وتحطوا هكا لي مادلين ديالكم الفوق حتى كيتقببوا بحال هكا وكيتنفخوا وصافي كتهبطوهم لتحت يتحمروا. صافي هنا البنات غادي ندير كل كويغيط غندير فيه 2 معلقات من الخليط، والمهم الوجه البنات الزين كيبقى اختياري نتوما باش ما بغيتو تزينوا يعني الوجه ديالكم فكيبقى لكم الاختيار. هنا البنات بغيت نشكر حتى واحد الاخت اللي صراحه متتبعه يلاه دخلت جديده، شكرا اختي كنشكرك بزاف بزاف حيت طبقت واحد الوصفه من الوصفات ديالي. كنت حضرت معكم واحد الفلو كراميل راه يعني عندي في القناه وهكا دخلت مسكينه للقناه ديالي وعجبتها الوصفه وطبقاتها وخدتها كالنمره ديال الواتساب ديالي ونجحت معها الوصفه وصيفطت لي يعني التصاور ديال الوصفه اللي حضرت من وصفاتي في الواتساب وجاتها رائعه ونجحت معها. ومسكينه شحال دعات معايا وصراحه فرحت بزاف البنات حيت الحمد لله بداو يعني كي الاخوات كيطبقوا الوصفات ديالي. شكرا بزاف بزاف للبنات اللي عندهم قنوات وشكرا للبنات اللي ما عندهمش قنوات، للمتتبعات الوفيات اللي ما عندهمش قنوات اللي كيدخلوا عندك بدون مقابل فكيبغيو غير يتفرجوا هكا في الفيديو ديالك ويستافدوا، فكنشكركم بزاف بزاف. شكرا لاخت دنيا اللي من الخارج اللي كتبعني دائما
واخا كتكون هكا مشغوله ولا وكيدوزو هكا بزاف ديال الفيديوهات، فهي كتدخل وكتعاود تفرج ليا على الفيديوهات ديالي. شكرا الاخت فتيحه اللي ما عندها شي قناه دائما متتبعه ديالي من نهار البدايه فاش كانت عندي يلا ابوني وحده، فكنشكركم بزاف بزاف على وسمحوا لي الا كنت نسيت شي وحده. المهم انا اي وحده عندي في القناه سواء عندها قناه ولا ما عندهاش كنشكركم بزاف. وصراحه كنفرح بزاف البنات فاش كيدخلوا عندي متتبعات ما عندهمش القنوات، ما تعرفوش البنات شحال كنفرح كنبغي نطرب الفرحه، حيت هادو كيكونوا متتبعات وكيبغيو يعرفوا يعني الوصفات وكيبغيو يستافدوا. فشكرا لكم من كل قلبي. الحمد لله كي قلت لكم هذاك الفيديو ديال الغريبه ديال النخاله جاب واحد الاقبال كبير من المتتبعات، وكي قلت لكم بزاف ديال المتتبعات سولوني بزاف ديال الكومونتيرات لقيت عليه اخوات. واحد الاخت كي قلت لكم قالت لي يا اختي مزيد من النشر ما تحبسيش واصلي، وحده اخرى عاوتاني قالت لي اختي شحال ندير من معلقه ديال العسل. المهم بزاف ديال البنات صراحة الحمد لله والشكر لله. شكرا الاخت دنيا اللي تهي عجبتها الوصفه ديال الكوكيز وقالت لنا اختي حطي لي المقادير في صندوق الوصف بغات تجرب. شكرا الاخت اللي جربات الوصفه ديال الفلو كراميل. شكرا للاخوات كاملين اللي كيدخلوا عندي من برا المغرب ولا من خارج المغرب، عفوا البنات من داخل المغرب ولا من خارج المغرب. شكرا لخوتي الدراري البنات اي واحد شاف القناه ديالي لا من قريب ولا من البعيد كنبغي نشكركم بزاف بزاف سواء عندكم قنوات ولا ما عندكمش، فشكرا لكم من كل قلبي. هنا البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله الماضلين ديالي بعد ما طابت البنات المكسرات يمكن لكم نتوما ديروا اي حاجه. انا درت الزبيب درت الشوفان درت شويه ديال اللوز وشويه ديال القرقع، المهم هادشي كامل غير هكا حبيبات حبيبات قطعتهم هكا طريفات صغار وزينت بهم. نتوما كيبقى لكم الاختيار باش ما بغيتو تزينوا ما تخليهم غير هكاك ترشوا عليهم هكا شويه ديال السكر، بغيتو ما ترشوا حتى شي حاجه تخرجوهم وتزينوهم هكا. المهم باش ما بغيتو البنات اي حاجه بغيتو تخليهم غير هكاك ما تزينوهم حتى بشي حاجه فهما كيجيو رائعين. شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله جاوا شي حاجه اللي غزاله البنات، شوفوا شحال قطنين هائلين البنات مقببين. كي قلت لكم البنات المجمد ولا الثلاجه هذا هو السر اللي غادي يخلي الكيك ديالكم ولا الماضلين يجوكم هكا طالعين ومقببين وما يسيحوا لكمش مع الجناب. تيقوني البنات فنتمنى هذه الوصفه هذه الا جربتوها غتنجح معاكم، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا بالتعليق والكومونتيرات واللايكات ديالكم. السلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله.